انه السؤالات بتسمعهم كل النهار وكذا، شو هن؟ مثل بالسوبر ماركت مثلا، توصل على السوبر ماركت انت بتتلاقى بصاحبك، ايه اوه شو عم تعمل هون؟ عم زور سبع كنايس، شو بدي يكون عم بعمل هون؟ او مثلا بتسال الموظف انه عندك رز؟ بتقول لي رز للطبخ عيني؟ لا بدي نقفهم بالبيك حبيبتي. او مثلا على براد الجبنه وكذا، بتقول لها بدي جامبون؟ ايه للاكل او للطبخ؟ لا انه للطبخ بتكبوا نايمه بتفهموا هي ذاتها، بس رجعت فهمت بعدين. مضبوط انه للطبخ بتكلهم كمان. ايه فهمت شو قصدهم، هن قصدهم مثل السوتيان مثلا للبس او للستريبتيز او هيك شيء يعني. طب خي عندك طبعا محطة البنزين. ايه محطة البنزين وصلنا امبارح، قرب لعندي قال لي معلم دولابك الوراني منفس بنفخه؟ قلت له لا نفست ثلاثة الباقيين بكاوي بعض. هلا بتوصل لعنده شعرك هالقد هيك، بتقعد عنده بقول لك شو بدك تقص؟ لا جاي اعمل حرف الميو حبيبي. خلص امي شو غيرت عم بعمل حرف الميو؟ اعملي انت كمان. بطوها يا شباب. امي مثلا بقول لها ماما شو الغدا اليوم؟ ليه تقبرني بدك تتغدى؟ لا بعتني الوزير بفعور اعمل برمي شوف اذا بتعطيني وصفات. بركي اكله مش مستوفي الشروط يعني. على الحواجز ما بدنا نسمي مين، بس على الحواجز توصل معك سلاح او ممنوعات؟ بقول له والله تقبرني يا ريت حكيتني قبل، بعد معي امبلي مضيئه وسيجارتين حشيشه. مين رح يجاوبك على السؤال خيي؟ والله انت جاي لعندي على البيت وشايف ايه؟ ملش نايني عندي حلو كثير. شو ناقصه؟ بيسين. بيسين برافو عليك. ده اين طلبنا بيسين؟ ما بيسين ايه اجوا لعنا الشباب ويحضروا حدا، وصل المهندس ايه بيسين غونفلاب ولا لا؟ لا لا بيسين بيسين شرعيه. ايه قال لي استاذ كيف بتحبها يعني؟ قلت له شو قصدك يعني؟ قال لي وين بتحب نحط لك الغميق وين بتحب نحط لك الفيش؟ قلت له حط لي الفيش بالجنينه والغميق على التدخين لان بعده ولاد صغار. ما بحطها بالجنينه خيي. على فالنتين بتروح تظهر انت ومرتك؟ اكيد. كيف خبرني انه رحت مع صاحبتك هذيك السنه؟ ما فينا نقول على الهواء نو. لا. اوكي لا عم بمزح. رحنا على المطعم انا ومرتي على فالنتين قعدنا. نعم. اجى المات قال لي شو بتحبوا تطلبوا؟ قلت له بدنا كيس بيض احمر وكيس بيض ابيض. اوكي. راح ورجع لعندي. قال لي البيض الاحمر لمين؟ قلت له لالي. قال لي والابيض لمين؟ قلت له لالي انا بدي زلها. لا قال لي خيي مين معقول يكون قال لي اثنيناتهم تبع موتور الاشتراك؟ ايه بيجي لعندك بدق على الانترفون طر نعم بقول لي مرحبا استاذ ابو شبكي. بقول له اهلا. بقول لي حضرتك بالبيت؟ لا حبيبي عمل دايفت للانترفون وانا مسافر. ليه ما جيت هذيك الجمعه لعندي نحضر فوتبول؟ لا انا قلت لي ما عندك كهرباء. طيب شو صار معلم؟ قبل ما يبلش ماتش فوتبول او بعده مبلش كان، رحت الكهرباء دقينا للكهربجي نوجه له تحيه. اجى حرام وكذا لانه على العاتمه قاعدين بهدل يعني. نزل لتحت شاف شو القصه كذا قال لي مسيو ابو شبكه ديجونكتور محروق شو بتحب نعمل؟ قلت له حط له ضوء للحرق ولف له شيء. والله يعدل له الصحه. منيحه. Thanks people. لا عن جد. Thanks. حبيبي. فيلي؟ لا والله بعدني جاي هلا انا بقعد انا وياك.